السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نوريكم طريقه اخفاء عدد المشتركين. عدد المشتركين هذا طريقه اخفاء عدد المشتركين في القناه. يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم يعني يشتغلون من الهاتف، يذهبوا فقط يشغلوا جوجل كروم ويتجهوا الى جوجل كروم، بعد فتحه يعملون يعني يكتبوا في مكان البحث في جوجل كروم على www.youtube.com فقط، ويبحثون عن القناه. عندما يعني يبحثوا عن قناتهم يدخلوا الى اللوجو، الى شعار قناتهم يعني مثل هذا. بعد ذلك يتجهون ويدخلون الى هذه الصفحه. عندما تنبثق هذه الصفحه بهذا الشكل يذهبوا الى بالنسبه انا الان اشتغل على الحاسوب، على فكره انا الان اشتغل على الحاسوب كمبيوتر. نتجه الى لوجو القناه، هذا شعار القناة هو هذا، نضغط عليه مرتين ننتظر قليلا تنبثق لنا هذا الجدول، ينبثق لنا هذا الجدول. عندما ينبثق يعني نذهب الى منشئي المحتوى، نجدها هنا بالعربية، وسنبثق لنا هذه الشاشة التي امامكم. الان هنا يظهر لنا عدد المشتركين في القناة، نريد ان نخفيها يعني عن اعين المشاركين لكي لا يعلمون عدد المشتركية، لكي يشجعهم على المشاركة. لهذا نتجه اول شيء نتجه الى هذا الشكل باراميتر، هذا الشكل الدائري في القناة على اليسار. بالنسبة للعربية نجدها على اليمين هنا، على اليمين. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم القناة عربية باللغة العربية، يعني هاد المضمون القناة باللغة العربية، نجد هذا الدرس على اليمين، لكننا عندنا بالفرنسية نجده على اليسار. إذا شاهدتم من بعيد يعني هذه الشاشة، نضغط على هذا الشكل الدائري باراميتر، يعني اعدادات باللغه العربيه. يعني بتقول لنا هذا الشكل باراميتر اعدادات، يعني لا يوجد شيء في الجانب، يعني فقط يوجد انريجستري تسجيل واقفال في غمي. نتجه الى الاسفل، عفوا الى الفوق، نضغط على شين القناة، ينبثق لنا هذا الشكل، هذا الجدول. باراميتر، نتجه الى باراميتر اعدادات متقدمة، هذا هو اسم القناة. عندما ينبثق لنا هذا الشكل تنبثق لنا هذه الكتابة، نتجه الى الاسفل هنا، ها هي افيشي لو نومبر دو دابوني ا ماشين، يعني اظهار المشاركين. لا نريد اظهار هذه لا نريد اظهار المشاركين، نضغط على هذا المربع، يعني كان مفعلا سوف نجعله غير مفعل. اعدادات متقدمه، نذهب الى هذا المربع افيشي لو نومبر دابوني دو ماشين، نعمل نتجه الى الاسفل، نجد انريجستري تسجيل. ها هو الان يقوم بالعملية. اذا لاحظتم معي، اذا اتجهنا الى القناة ورجعنا الى القناة، هنا رمز القناة، نضغط على شين، سوف
سوف لن يظهر لنا عدد المشاركين، ننتظر قليلا. إذا لاحظتم لم ينبثق معنا هنا في الأسفل، لم ينبثق معنا عدد المشاركين في القناة، لن يظهر هنا. حتى إذا دخلنا يعني من الهاتف لن ينبثق معنا عدد المشاركين. هذه هي القناة، لن يظهر معنا أي عدد لعدد المشتركين. إذا لاحظتم هذه هي القناة، لن يظهر عدد المشتركين لا في الفيديو ولا غيره. يعني إذا قمنا بتشغيل هذا الفيديو مثلا لاحظتم لم يبتق هنا عدد المشتركين. سوف نقوم بإنهاء هذا الفيديو. نشكركم على انتباهكم والسلام عليكم.